موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى قالوا إنما أنت من المسحرين، أي قالوا مكذبين له رادين لقوله إنما أنت من المسحرين، أي قالوا هذا الكلام لشعيب عليه السلام، فأنت تهذي وتتكلم كلام المسحور الذي غايته ألا يؤاخذ به، وما أنت إلا بشر مثلنا، ليس فيك فضيلة اختصصت بها علينا حتى تدعونا إلى اتباعك، حتى تدعونا إلى اتباعك. قال: وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة التي لم يزالوا يدلون بها ويصولون ويتفقون عليها لاتفاقهم على الكفر وتشابه قلوبهم، وقد أجابت عنها الرسل بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وقولهم وإن ظنك لمن الكاذبين هذه جراءة منهم وظلم وقول زور، قد انطووا على خلافه، فإنه ما من رسول من الرسل واجه قومه ودعاهم وجادلهم وجادلوه إلا وقد أظهر الله على يديه من الآيات ما به يتيقنون صدقه وأمانته، خصوصا شعيب عليه السلام الذي يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه ومجادلتهم بالتي هي أحسن، فإن قومه قد تيقنوا صدقه وأن ما جاء به حق، ولكن إخبارهم عن ظن كذبه كذب منهم، فأسقط علينا كسفا من السماء، أي قطع عذاب تستأصلنا إن كنت من الصادقين، أي كقول إخوانهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التي لا يلزم تتميم مطلوب من سألها، فقال شعيب عليه السلام ربي أعلم بما تعملون، أي نزول العذاب ووقوع آيات الاقتراح لست أنا الذي آتي بها وأنزلها لكم، وليس علي إلا تبليغكم ونصحكم وقد فعلت، وإنما الذي يأتي بها ربي العالم بأحوالكم بأعمالكم وأحوالكم الذي يجازيكم ويحاسبكم، فكذبوه أي صار التكذيب لهم وصفا والكفر لهم ديدنا، بحيث لا تفيدهم الآيات وليس بهم حيلة إلا نزول العذاب، فأخذهم عذاب يوم الظلة أي أظلتهم سحابة، فاجتمعوا تحتها مستلذين لظلها غير الظليل فأحرقتهم بالعذاب، فظلوا تحتها خامدين ولديارهم مفارقين ولدار الشقاء والعذاب نازلين، إنه كان عذاب يوم عظيم، لا كرة لهم يعني لا عودة لهم إلى الدنيا فيستأنفوا العمل ولا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا هم ينظرون،
إن في ذلك لآية، أي دل على صدق شعيب وصحة ما جاء به ودعا إليه وبطلان رد قومه عليه، وما كان أكثرهم مؤمنين، أي مع رؤيتهم الآيات ما كانوا مؤمنين، لأنهم لا زكاء فيهم ولا خير لديهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن ربك لهو العزيز، أي الذي امتنع بقوته عن إدراك أحد وقهر كل مخلوق، الرحيم الذي الرحمة وصفه، ومن آثارها جميع الخيرات في الدنيا والآخرة، من حين أوجد الله العالم إلى ما لا نهاية له، ومن عزته أنه أهلك أعداءه حين كذبوا رسله، ومن رحمته أنه نجى أولياءه ومن اتبعهم من المؤمنين. وهكذا تطوى صفحة أخرى من صفحات المكذبين للرسل، وهم قوم شعيب، ونحن نرى ما كان من نهي شعيب لهم عن الكفر وعن تضخيف الكيل والميزان، وهذا يدلنا على أن الإسلام أو الدين الذي يرسل الله عز وجل به رسله لتنظيم أحوال الناس وحياتهم ليس فقط علاقة بين الإنسان وربه، بل هو في المسجد وهو كذلك خارج المسجد، وعلى الناس جميعا الامتثال لهذا الدين، وليس أنه لا دين في الاقتصاد ولا دين في السياسة وغير ذلك، وإنما الأنبياء كانت تسوس أممهم، كانوا يدعونهم إلى عبادة الله وإلى إصلاح سائر أحوال الدنيا، وذلك بالدين وبالشرع الذي ينزله الله عز وجل. وفيها ما تحمله وما يتحمله أعداء الرسل، وما يتحمله الرسل فيها ما يتحمله الرسل من أعداء الرسل من الإيذاء، سواء كان حسيا أو معنويا، فهؤلاء يصفون شعيبا بأنه مسحور وبأنهم يظنونه من الكاذبين، ومع ذلك يصبر عليهم ويبلغهم دعوة الله، استعجلوا العذاب فما يئس منهم وإنما تأنى بهم، قال ربي أعلم بما تعملون. وهذا يدل على ما ينبغي أن يكون عليه الدعاء من الصبر والحلم والاستعانة بالله عز وجل وحسن الرد على الناس ونحو ذلك. وفيها أيضا عاقبة التكذيب ونهاية الظلم، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. لذا على العباد الامتثال لشرع الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو طريق السعادة والنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.